ومن قصص المشجعين تبرز قصة أليمة هذه المرة. مشاهدين هاشتاغ الطفلة المغربية لا يزال متفاعلا على منصات التواصل منذ خروج المنتخب البرتغالي من نهائيات كأس العالم على يد المنتخب المغربي الذي أنهى حلم كريستيانو رونالدو بالفوز بالكأس. فما قصة هذه الفتاة؟ هذه الطفلة المغربية ذات 9 أعوام سافرت من الولايات المتحدة إلى الدوحة لرؤية منتخبها الوطني للمرة الأولى، وأثناء احتفالها مع الجماهير المغربية بالفوز التاريخي أجرى مراسل معها مقابلة صحفية، فسخرت بتلقائية الجماهير المعتادة وسألت أين رونالدو، وطلبته وفريقه بالتوجه إلى المطار بعد هزيمتهم. لنشاهد. وفور انتشار المقابلة تفاجأت الفتاة بحملة تنمر واسعة ضدها شملت شتائم وتحريض، ما دفع والدتها لتقديم اعتذار لجماهير رونالدو أملا في وقف حملة التنمر التي تسببت بتدهور الحالة النفسية للطفلة التي ترفض تناول الطعام. حملة التنمر قوبلت باستنكار واسع وموجة تعاطف مع الطفلة. فاطمة الغامدي استنكرت ما يصل هوس المشجعين إليه بلاعب أو ما يصل بهوس المشجعين بلاعب حد التنمر على طفلة وشتمها. أليكس جيلو قال إنه مذهول من انزعاج بالغين من تصريحات طفلة، وذكر بأن المشجعين السعوديين كانوا يقولون أين ميسي بعد أن هزموا الأرجنتين دون أن يتعرضوا لكل هذه الكراهية. أما ريان سيلفا اعتبرت أن ما وصل إليه حال الجماهير مثير للشفقة، وقالت إن جماهير احتفت بوفاة الطفل رونالدو، واليوم جماهير أخرى تحرض على طفلة مغربية، وطلبت الجماهير بالتوقف عما وصفته بالفعل المقزز.